جنب شوية عدس بيتكلموا مصري بالأمانة، عاملهم بدماغ. يعني جبت جزر، جبت بصل، جبت توم وطماطمية حلوة، قطعتهم مع بعض مع شوية عدس مصري لطيف جميل، غسلته مرة اتنين تلاتة، صفيته من المية وحطيته مع النار كله ني في ني، وسبتهم يغلوا. دي المقادير اللي على الشاشة: عدس، بصل، توم، فلفل حار حسب الرغبة، ولادك بيحبوا الحار حط حار زي ما انت عايزة، وكل ده يتحط في قلب الحلة على النار ونسيبه يتكتك يغلي. في الاخر بنضربه في الخلاط او ان احنا بننزله في المفرمه زي ما انت عايزه بالشكل ده كده. اه كان زمان ام الله يرحمها ما فيش خلاط عندنا، ده يتحط في مصفى كده وتقعد تعمله بايدها لغايه لما ينزل من المصفى يبقى متصفي وزي الفل. اه والله العظيم. وطعم العدس ده بالسمنه البلدي اللي معاك ده يا شيف، اللي جاب سيره اللحمه هنا، نتكلم عن حاجه بس اللي عم نحب نجود ونعمل حاجة لطيفة غير الآخرين، يعني دايما تعملي جديد. ممكن حماتك، نينا، تيتا علمتك على حاجة حلوة، انت ضيفي إضافاتك انت لجوزك ولولادك. والله شفت حماتي أو تيتا بتعمل شوربة العدس بالخل والتوم، فالولاد مش بيحبوا الخل كتير ولا التوم، فإيه المشكلة لو جبنا ربع كيلو لحم مفروم في نسبة دهون شوية وعملناها كور صغيرة زي داوود باشا، اسمها ميني داوود باشا قد حباية البندق، ونحمصها في الفرن. دي هتتحط فين بعد كده؟ تتحط على وش الفتة، حاجة لطيفة جميلة. وناخد البهريز اللي ينزل من اللحمة دي نعمل بيه التومة اللي بالخل واللي هنعملها ونحطها على وش الفتة، حاجة إضافة. ده الإبداع اللي بتكلم عنه. هنشوي اللحمة دي في قلب الفرن. دي ممكن مش موجودة في المقادير يا أستاذة رحاب، ولكن هتبقى لطيفة وجميلة. أه حلو الكلام. دي ممكن تحطها وما تحطهاش، ممكن تحط مكسرات، ممكن تحط صنوبر، زي ما انت عايز. هنبدأ نجهز العدس للفتة. العدس كالعادة اهو، ممكن نعمل منه شوربة، ممكن نعمل منه غموس زي ما احنا عايزين بالشكل ده كده. ونشوف العيش المحمص عندنا جاهز وزي الفل. ممكن تشويه في الفرن او تحمصيه في الفرن، ممكن تحمصيه في قلب الزيت، ولكن الافضل انك انت في الفرن تحمصيه يبقى لطيف وجميل. العيش عندنا زي الفل اهوت، ده هنشربه عدس خفيف دلوقتي، لانه يفضل طبعا شوربة العدس يبقى العدس بتاعها خفيف. طاسة على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، في قلب الطاسة دي كده بنحط معلقة زيت زيتون بالشكل ده كده. هعمل حاجة حلوة دلوقتي تعجبك قوي على فكرة، لطيفة. ده زيت زيتون، بحط على زيت الزيتون ده كده وانا ماشي في سكتي، ما كانش في الحسبان ولا كان في المخطط انك ايه تلاقي زعتر بري حلو كده في طريقك. اهو ينفع مع العدس يا شيف؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ زعتر زي ده فريش في قلب الزيت هيديك فليفر لطيف جدا. وعندنا توم، بدات اشم ريحه الزعتر. شويه توم حلوين كده بالشكل ده كده زي الفل. ممكن تحط بصله ناعمه. نستنى على التومه دي لما تتحمر. بننزل على التومه دي يا عم الشيف بشويه كزبره ناشفه. انا بجهز الشوربه بتاعت الفته تبقى خفيفه، واخده تومه، واخده كزبره، واخده زعتر لطيف اهوت زي الفل. نقلب التومه، اوعي تتحرق مني، خلي بالك لو اتحرقت باظت الاكله كلها، باظ العيش اللي انت حمصتيه وباظ العدس اللي انت تعبت عليه. مفيش وقت تسليه عدس تاني. بالشكل ده كده اشم الريحه الحلوه، كزبره ناشفه حطيتها مع توم مع زيت زيتون. عجبني قوي الروزماري الفريش ده، لما بلاقيه بجيبه ما بفكرش على طول اجيبه، استخدمه في اي حاجه بقى. زي ما انا شغال كده. بس اهم حاجه يكون موجود عندي في المطبخ مع روزماري. الحاجات دي لازم تكون موجوده عندك دايما، مش ان انا ما عنديش فراخ مشويه النهارده مش هجيب روزماري او اجيب زعتر، لا بالعكس. بتعملي طبق بيض اومليت، تعملي عجه، حطي فيها الروزماري والزعتر، مش هيقول لا. زي الفل. ننزل بالعدس يلا. العدس المصري بيتكلم مصري. يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده. نزل، معلش شيل اللي توقع ده على الارض. اللهم صل على النبي. زي الفل. نبدا ان احنا ناخد العدس اللي احنا عملناه ده كده ينزل على وش الفته. فين التومه والخل حالا دلوقتي؟ نخفه كده. الله، ده تقيل شوية، معانا مية بتغلي. ده المطبخ، ما ينفعش تحط مية باردة، لازم على طول بتزودها حاجة. أهو
زي الفل، ونقلبه كده ونظبط الملح بتاعه. شويه الكمون اللي هنحطهم عشان الغازات. خلينا نطلع فاصل صغير، والمطلوب ان العدس ده ياخد غلوه على النار، يتعرف على التومه، يتعرف على الزعتر، يتعرف على زيت الزيتون بالشكل ده كده. عندنا العيش متحمص، هنبدا الفته دي مش تاخد مننا وقت، وانا حابب اعملها في الاخر عشان المطلوب ان انت تعملي طبق فته وكل الاسره متجمعه على طبليه على سفره واحده، مفيش حد يجي بعد ما نحط الصلصه او نحط الطشه على وش الفته عشان كله يستمتع مع الريحه اللطيفه الجميله. او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. الفراخ قصدي اللحمه، ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي يا شيخ؟ بص انا بعمل ايه؟ والنبي الاساتذه المصورين حبايبي بس يجيبوا التركه دي. دي لحمه عملتها زي داوود باشا كده، قطعتها شويتها في الفرن. شفت اهي 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 ايه ده؟ ايه ده؟ شفت الجو ده كده؟ ده الجديد. اه دي الاولاد يفرحوا بيها قوي مع الفته، متعودين ياكلوا الفته من ايد تيتا خل وتوم. لما ياكل دي ويذوق طعمها كده، ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها باللحمه المفرومه زي ما انا عملتها دلوقتي كده. في حاجه وقعت كده زي الفل. اه الكيكه اخبارها ايه؟ زي الفل، جاهزه. هنسيبها نطلعها اخر حاجه. تعالوا نعمل الطشه بسرعه. دي السمنه، ده التوم. انا مش هاخد غير دقيقه واحده عشان ما تزعلوش مني. اه بص، التوم حلو. الله الله، خل عندنا جاهز. انا من الناس اللي بيحبوا شويه كزبره ناشفين كده مع التومه. وادي الخل بتاعنا. يلا اوعى في حياتك التومه تاخد لون بتاعه الفته، خلي بالك هتمرر لك الفته وجوزك يعترض عليها. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. اه ناخد العدس بتاعنا ننزل بيه على وش الخبزه. اه اللي يضرب المعلقه في قلب العيش هيلاقي فيه لحمه. شفتوا بقى التركايه؟ اه واعملها كمين لجوزك كده. اه هيلاقي حاجه حلوه كده طعمها حلو، يقول لك انت عاملاها بالبندق يا مدام. اقول له لا يا حبيبي، دي لحمه مفرومه انا عملتها، الشيف المغازي عملها لطيفه وجميله، حتى انا ما عرفتهاش غير لما جربتها. ناخد الطشه الحلوه دي كده. اه يلا نسيب الخل يتطهر غازاته على النار. اه 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 اللي عنده مشكله مع الخل يسيبه ياخد غلوه على النار. اه اه لغايه لما البخار ده يطلع. اه والجيران يعرفوا ان احنا عاملين فته. اه 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 يلا يلا، سنه ملح. على فين على فين؟ فرسان التلفزيون المصري. طشه الخل والثوم على وش الفته المصريه، بتتكلم مصري، بتتكلم صعيدي، بتتكلم من الريف المصري والفلاح المصري الاصيل. اه ده الفته خلاص جاهزه. طلع لنا التورتايه يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا وقت هنشوفها باذن الله. اه انا عايز اطلعها مستويه كده عشان اشربها عصير. نعمين امرني. اهو اهو حاضر عينيا. اه كده ما تزعلش انت حبيب. اه اه حلوه. يلا اللهم صل على، كلنا نجتهد ونعمل حتى يرضى حضراتكم، كلنا بنجتهد عشان الصوره تطلع حلوه.